كيف نزرع نبات البفتة أو الونكة. جماعة نشوف هنا مع بعض، كلنا عارفين نبات الونكة أو البفتة، جميل جدا ومتعدد الألوان، عندي منه كل الألوان. هدول زرعتهم يعني في الصيف اللي فات من البذور زي ما انتم شايفين، وهذه زرعتها بعقلة، عقلة صغيرة جدا. طيب النبات هذا جماعة هنزرعه دلوقتي، جايب قصيصة اهو، هنزرع البذور والعقل وبعد كده اقول لكم كيف نعتني بيه على السريع. بصوا هذه واحدة أماية عندي زارعها في الخلف، وهذه العقل بتاعتها. بصوا ممكن نعمل كم عقلة، يعني ممكن نزرع 1000 واحدة ونروح بقى نجيب كذا لون وكذا شكل. هذه واحدة ممكن تبقى لوحديها ونشيل الزيادات، وهذه كده ممكن تبقى لوحديها تمام ونشيل الزيادات، وهذه الثالثة الأماية مثلا أهي، 1 2 3 شوف ما أسهلهم وأكثرهم، ونيجي هنا نخلي الراس أهي وهذه جاهزة أهي بدون أي حاجة. الطريقة 1 2 3 4 نفترض مثلا، هذه 1 أها وننزل. بصوا يا جماعة هذه واحدة تمام، وهذه الثانية مثلا بكل سهولة، بس هسيب مساحة صغيرة عشان ايش؟ ازرع البذور في الناحية هذه، يعني حتى لو كبروا بعدين ببقى نقولهم عادي. بصوا وادي الثالثة، قمة السهولة زراعة البفتة أو الونكة هذه، وادي الرابعة جنبيهم برضو صغنطوطة كده نقدر نحطها، شايفين ما أسهلها؟ في منه بقى ألوان مش عايز أقول لكم يا جماعة، ألوان رهيبة. طبعًا هدول زي ما أنتم شايفين ممكن حد يقول عقل مثلا انا قطفهم، لا بصوا كلهم مجزرين ومطلعين جذور من تحت اهم، لسه شددهم من الارض زي ما انتم شايفين. وهذه كانت عقله وبرضه جذورها بدات تطلع زي ما انتم شايفين الجذور هنا اهي، عشان نبقى عارفين ومدركين انها كله مجزر وطالع معانا مش حتت عقل. طيب كده زرعنا ايش؟ هذه العقل وتحت الاشجار في الظل ونخليهم، ويا ريت بقى نزرع كل الالوان. طيب لو جينا للبذور، بصوا البذور يا جماعه بتبدا النبته تطلع معانا هدول، شايفين هدول؟ هذا اللي هو القرن، القرن انا واثق انهم لسه صغار، يعني اعتقد ان القرون هذه اهي لسه ما اتملتش. طب هنا وشايفين كذا لون كمان ابيض واحمر ولذيذه جدا، هذا قرن، بس انا واثق انه يعني لو اخذنا القرن هذا خلينا نشوف، انا واثق انه لسه ما فيهوش بذور، هتكون لونها اخضر، لو لونها اخضر هقول لكم في على الارض اهو كل لسه شايفين البذور لسه خضرة يا جماعة، لسه خضرة، هذه البذرة بس لسه خضرة مش مهم. بصوا هنا بقى لو جينا نبص، هذه كانت ايش؟ قرن استوى ووقع على الأرض، هذه وهذه وحدة ونكة اهي، بصوا هذه طالعة معانا، هذه كده تعتبر بذرة بدأت تتنبت، بس عايزين نيجي هنا بصوا هذه البذراية أهي، هذه البذرة هذه واحدة هنزرعها دلوقتي. بصوا هنا كمية البذور، شايفين يا جماعه كل اسود اللي على الارض هذه بذور اهي، لو اخذناها كده ورميناها هذه بذور تمام، وهذه واحده وهذه واحده، فاحنا بس هنضرب مثل هذه بذره وهذه بذره، نفترض جمعنا بقى 100 بذره بالشكل هذا من القرون، بنيجي بصوا هنا يا جماعه بنيجي نعمل كده نسقطهم لتحت شويه عشان ما يتحركوش مع المياه او تكون التربه مزقيه، وبصوا بنرمي هذه واحده ادي 2 زي ما انتم شايفين، رمينا البذرتين ونغطي عليهم، هذه البفتة والونكة اسهل من السهولة، وبعدين نحطها كده ونيجي يا جماعة نسقي، ويا ريت تكون التربة اصلا مسقية قبل كده لغاية المية تطلع معانا من القصيص من تحت. دلوقتي قدامنا طبعا الربيع والخريف، لا عفوا الربيع والصيف بتنبت، يعني افضل ميعاد نزرع فيه البفتة والونكة هذا الربيع، ومعانا فترة الصيف لغاية آخره دخلة الخريف تبقى في قمة الازدهار، مزدهرة جدا وبكل الألوان بقى، يعني حاولوا تجيبوا ألوان كتير أو كم قرن منها وتزرعوه. فترة الخريف بتنشف خالص وكل أوراقها بتقع وبتبقى عودان، في اللحظة هذه بنقلمها تقليم جائر، شيل منها الروس وكل اللي تحت والزابل منها أو الأوراق الصفراء. وبعد كده بتيجي مرحلة الشتاء برضو والسكون، بندخل من آخر الشتاء بتبدأ تطلع بالشكل هذا، تحب شمس كاملة أو شمس مع ظل، تتسمد كل شهر مرة، كل شهر باجي تحتيهم في العلب أو في الأرض وبدي دفعات من السماد بس، ونقلمها ونزرعها بالشكل هذا، عندنا العقلة وعندنا البذرة. أحلى مساء عليك، وهذا كل شيء نقدر نقوله زراعة البفتة الونكة، يعني أغلب السنة خضرة وجميلة وألوانها وأزهرها حلوة، فأنصحكم بزراعتها جماعة وسهلة خالص وبتحب المية باستمرار والسماد كل شهر، وأحلى مساء ورمضان كريم، السلام عليكم.